حان وقت البندوره ورب البندوره. وبدي اقول لكم شغله، انه من الطبخات المفضله اللي بتبقى عم تنعمل، بحب تكون وهي عم تنعمل، هي رب البندوره. بيطلع منها ريحه رهيبه. رب البندوره دائما بعبر لكم عن اعجابي فيه، قديش شغله صحيه وقديش شغله ضروري تكون موجوده كمان بنمليتنا وبمونتنا. وهي بديل ممتاز عن رب البندورة يلي منشتريه من السوق، ما في مواد حافظة، طعمتها أفضل مليار مرة. خبروكم هلأ مريم كانت عم تخبرنا أنه عن عصير البندورة بعد ما يغلوه، قبل ما يجففوه بحطوه كمان هيدي مادة ممتازة للطبخ، لأنه الطبخ بطعمة رب البندورة الحقيقية اللي ما فيها مواد حافظة مميز جدا. على كل نعمت، شكرا على الاستضافه. يا هلا معي نعمه الجمال اللي رح تخبرنا اكثر عن رب البندوره، بالاخص ان احنا هلا عز موسم رب البندوره. هلا رب البندوره فيكم تعملوه باي وقت لان البندوره متوفره، ولكن وقت يبقى البندوره بعدها طالعه من الارض طازه طبعا نكهه رح تكون افضل. في نقاش نعمه احساب البندوره البلديه او البندوره العمانيه، او يعني ايها افضل انت برايك؟ لانه الاثنين بينعملوا. هلا بالنسبه للبندوره، البندوره العمانيه اكثر، لانه بيقولوا فيها بما معناه انه هيدي قلب تكون شحمتها فيها. البندوره البلديه بتلاقيها قشرتها رقيقه او فيها عصير اكثر ما يكون فيها لب. اذا فيها لب بتعطي عصير اكثر. اما البلديه ما فيها، فيها عصير وفيها يعني مش قشرتها مش سميكه مثل البندوره العمانيه. بيرجع في عندنا رب البندوره، اذا كمان ما بدنا نحط قنينه عصير فينا نستعمل قنينه عصير وشويه رب البندوره، هيك بتساعد مع ست البيت انه كمان فيها توفير. هيدي شغله عظيمه على فكره، قديه صرنا برميل بيضيع. هلا بعرف اوقات في ناس منكم مشاهدينا بيعرفوها للخبريه بمنطقتهم، ولكن دائما بحب هيك طويلكم لكم مش شايفها من قبل. تخيلوا قديه صرنا بالعوده الى النملية، قديه صرنا بربين قصه عصير بندوره، يعني رب البندوره ما قبل التجفيف. هيدي شغله لذيذه مهمه اكيد. انا رايي طيب تفضلي. وفي عندنا كمان بندوره مجففه. شفت البندوره مجففه حطيناها بالزيت، هيدي طيبه مع البيض المقلي. واذا كانت بدون زيت كمان فيك تحطوها بشويه مي سخنه، مجرد ما طرت تحطوها بالمقليه وبتاكلوها. حلو حلو الكلام حلو. طيب وهلا كمان بما انه الستات كمان والاوضاع كمان ما بقى في لا في كهرباء اكثر البيوت، عم يعتمد على المواد المجففه مثل الكوسه المجففه بنحفرها كمان. في ستات بيطلبوها بيجوا بياخذوها كمان، هيدي جاهزه لهم. عظيم. شو في تجفيف غير الكوسه عم تعملوه؟ لوبيا. وكمان عندنا الزبيب، عندنا الامردين، عندنا طيب خبريني بليز طريقتكم بصناعه رب البندوره. تاخرنا نحن شوي، كانوا عصر قبل ما ينتزعوا البندورات شوي المشكله من عندنا، ولكن رب البندوره منا شغله معقده، شغله بسيطه. صحيح طبعا. نحن في عندنا مكنه بنقطع البندوره، بنحط البندوره بقلبها، بنعصرها اول مره وثاني مره وثالث مره حتى تنشف على الاخر، بنجيبها بنحطها على النار، مجرد ما غلت بنحط لها كمشه ملح. لكم كيلو او لكم كيلو عصير شو بدنا نحط ملح مشان نعطي كم كيلو؟ يعني كل كيلو عصير تقريبا بده شي معلقه ملح خشن. نستعمل ملح الخشن ما بنستعمل ملح الناعم، لانه الملح الناعم عم بيقولوا فيه شو اسمه نوع الكربونات، بيأذي الكبيس وبيأذي البندورة. عظيم. لكن بنحطهم بغليهم مع الملح، هن عم يغلوا، مجرد ما يغلوا خمس دقائق بنقيمل القشوة عنهم، بنعبيهم المرطبين هن مسكرين، المرطبين بتكون معقمة، بنعبيهم المرطبين ومسكر عليهم. عظيم. دخلت ولا مرة سائر هذا السؤال، سؤال حشري، ليه بنشيل القشوة؟ ما مش منيحة، بيعفن وبتطلع ريحة البندورة. يعني مثل حتى المربى بيكون في لها قشوة. الزكا ايه المربى كمان في لها قشوة، إذا ما قمناها بتسكر. عظيم. طيب شكرا لك كثير نعمت، مرقنا هيك مرقة سريعة، جربنا ناخذ منها لنعمت شوية أخبار جديدة. بدنا نروح هلا ندوق، ندق لكم الرب، ندق لكم كشكات، كشك الأخضر على بالي ذوق هون هلا، لأنه دائما كشك الأخضر قلت لكم شغلة عظيمة عندي إياها. فخليكم لنختم الحلقة لليوم بهالمدينة الأكثر من جميلة.